إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أحبابي في الله هنا تفاوت بين علم وجهل هنا تفاوت بين مصطلحات نا وفهم ولجيكوا تشيني يا ميسينك يا كيليمو نبات يا مامو أبايو فيفهم سيس تقال فيفهم أمسنا في أميني انتو أفيدك يا تقوسا يا قاني منين أبايا سكم سنوات قد قدما إلى بيتا تليانسا كزم أمسا دويا موضوع هاي أسباب زيادة الإيمان ونقصانه سبب زينة سبالك يا إيمان يا مسلم كبان دا نا سبب غاني أبازو عظم بغاني أبايو يتكيون فانا مسلم إيمانياك يشوكي هذا كوانس توبة تفكونس يا كوانبا الإيمان يزيد وينقص إيمان يا مسلم سكوزوت إنزيد أنا بوجي أنا بوجي كروبيش كتك طاعة نين بو نين بوهو وقت أنا بوجي تيجا نمروا أكفن يا ما أبا على كتاسوا ما بمتاز اللي مؤمن أسفيك يا بابايا أنا إيمان لازم أبنائه تكتب تعريف يا إيمان يا بابا قول واعتقاد ونية تعرفني كجمع إيجابية الزجاجة يا بابا إيمان نمت كوانين كالكميوان نا كتابك قول إيمان نا من تدريك يا ريت صديقيسا يا لأنا ويا مني نكتنكا إنما أنا يا قبع إلي مؤمن كوالي كوالي مبكى هو مني داني أنا يوام مبكى ما تنقلاك يا نبتنا إيمان نبي تدفع إن لازيمة ما دعايا متاك لفتكان ما لبموجة إلي لا هو المؤمن إكي روحي تفقوها مجا كتكهايا بس لا هو تقوى المؤمن نتكسما هند اعتقاد يا أهل السنة والجماعة كي نمر
ya sisi waswahili ya kwamba tuna tabia kusema ya kwamba imani bwana bora ndani ya moyo wako haitoshi. Imani lazima uamini katika moyo, imani lazima utamke, imani lazima vitendo vyako vilingane, vionekane ya kwamba wewe wafanya. Hatuwezi kusema ya kwamba wewe una imani, hatukuani na ishara yote ya imani. Haiwezekaniki kuwa mtu ni muumini mpaka ipatikane mambo haya matatu. Kama anna al-iman yazid, kama ambavyo iman inazidi, wal-iman yanqus, na imani inapungua. Ndio tukaeleza katika Ijumaa iliyopita katika dua ambazo sahaba Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akiziomba, alikuwa akimwomba Mola wake daima, Allahumma zidni imanan wa yaqinan وفقها. ايما نسيت الشريم ايمان ويقينا لا يقين يقوامين وفقها نعلمه. الامام احمد بن حنبل اليوليس نموذك الكون في زواج عن الايمان يويا ايمان يزيد وينقص ايمان ان زيدنا لقوة. أكسمع الإمام أحمد بن حنبل الإيمان يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل الزافلين. يقبع إيمان ينزيد مبكى إن في قدوية من مسابة نين بقوة مبكى إن فلاجين لزيما كنت كنا تزيد siku zote kawaida kina sababu yake. Haiwezekani ya kwamba mtu amkaa pesa sikamjia, itakuwa mwazimu huyo. Lazima pesa zikija, huwa kuna sababu zilizopelekea akapata, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa. Leo tuanza kutaja asbabu ziyadati liman, sababu za kuzidi iman. Sababu ya kwanza miongoni mwa sababu ambazo zamfanya muumini imani yake kuzidi, taallumu alilmu nafi, taallumu alilmu nafi, kujifunza ilmu yenye manufaa. Min asbabi ziyadati liman, miongoni mwa sababu za kuzidi imani ya mtu, taallumu alilmu nafi, ni kusoma ilmu yenye manufaa. Kwa sababu atakaposoma ilmu nafi itampelekea yeye kumjua Mungu. Atakapomjua Mungu kisawasawa, atamuabudu haki ya kumuabudu na kumfuata, na akimuabudu Mwenyezi Mungu kisawasawa kama anavyotakikana, imani yake inazidi. Taallumu alilmu nafi, kujifunza ilmu ambayo yenye manufaa. Ilmu yenye manufaa ni ipi ambayo ndio itakuwa sababu ya Muislamu imani yake ikuzidi? Wasema ahlu lilmi walfahmi, inna ahamma wa anfaa asbab ziyadati liman taallumu lilmu nafi ilmu lshariaa. Wanazuani wasema miongoni mwa sababu muhimu na zenye manufaa katika sababu zitakazompelekea mwanadamu imani yake kuzidi ni taallumu lilmu nafi, kusoma ilmu yenye manufaa. Na ilmu yenye manufaa, ilmu lsharia, ni ilmu ya kisheria. Ilmu yenye manufaa ambayo itakuwa mwongoza mja kumjua mola wake na kuizidisha imani yake, ni ilmu lsharia, ni ilmu ya kisheria. المستمد من كتاب الله الى توكك كتابه تشا مجسم وسنه رسوله نكك سنه متموات صلى الله عليه وسلم. اسلم انا جواني الحافظ ابن رجب الحنبلي كتب يلزيا علم النافع لهبي وسبب علم النافع لسبب يقنز ابايو اتقوى لسبب يقوم سيدي سيامو من إيمانياك. أسمى
فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام. أسمى الحافظ ابن رجب كالكبيرسي علم نافع لعلم قاني، علم نافع لعلم قاني. أسمى هو ضبط نصوص الكتاب نكوزيبيتي نسي سقرآن سنة وفهم معانيها نكفهم ما نزاكي والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة نكوزيف كما نشا نسي سقرآن نمفبس يمتم فوفهم وما صحابة والتابعين نتابعين وتابعيهم في معاني القرآن قد كمان يا قرآن والحديث نكتك حديثي هيدا ومرادي نما قصديه أو ملاب علم نافع من أسباب زيادة الإيمان ميضان وسباب ستة كثب لك يا مؤمن إيمانيات يكوي زيديشا تعلم العلم النافع نكوي صوما علم أبايا يا منفا علم يا منفا العلم بالشريعة أو علم الشرعي من علم يك شريعة هند علم يا منفا إتكاكم وقسم لداه لن يوكسم الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الحباب حفظه الله فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان فمن وفق لهذا العلم يلعب أتافتي وأنا منعزم كوي كواتا علم هي شريعة فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان أتكوى إيه أم يفتيوى كتك سبب قوة سبزل الإيمان ويبدو زاب إسلام تعلم العلم النافع كل فزعيم منفى من أسباب زيادة الإيمان لكتك سبب عمازو زدك زبلك يا مؤمن إيمانياك كزيدي أحباب في الله هكونا كما علم هكونا كما علم سبب ونيزم سبحانه وتعالى ألي يصف علم نأك وصف ولا وريد بإن علم نأك وإنيس ودواك ويصام إلى علم دليل القرآن نكتك سنة سنتون صلى الله عليه وسلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتك كتاب جاكت كتاب العلم أسيب يقوم فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة علم نكتك عمل بارا من ظلم عمل جيما وهو من أفضل وأجل العبادات نكتك عبادة أبا صبارا عبادات التطوع عبادة السنة ولين لأنه نوع من أنواع الجهاد وسبب علمه لسنبولي للمرضان وسنبولي زيهاد دنيا مسلم إلي سمام قام مويل العلم والبرهان والقتال والسنان دنيا مسلم إلي سمام جنيا مسيك مويل مسيك وقوزة علمنا دليل نمسك وبيلي نجهاد نالي لتقولي أكد كهاء مويل للي تقولي علم دعيك ويوانس وكبسا نبي أوكوانا كد كمسلام هكونا جامع أمالك مع علمه نسيسي كد كمسألة هايا توسكم سمسألة زيادة الإيمان ونقصانه إيمان يا مسلم كسر نإيمان يا مسلم كفنقوا نبي الظلم أمام أمال يتبلك يا من نوال إيمان ياك كسر لازم تصومي ولين وسبب زيس تصومي وسبب قوانزا يتك تفهم يا بابا كتك فضل زعيمه من فضائل العلم من ظلم فضل زعيمه أنه إرث الأنبياء علمه يا مرافق ومتومة وسبب قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
أفلس علمه أنه يبقى والمال يفنى. علم سيوزاتي من يقبكي البنك لكن المال يملي سكة وانا دام عايزة كيسو لمنقوني كتك مرحلة بيه مرحلة أكوان مالي نمرحلة كذاك في السكة لكن أنا يبقى علم كتك في وجهك علم أتي ليبا هيدا ويزاكو في السكة نهتك فلنا أتك فلنا ينبقنا من قبلي بل نجيت أماتو تنكم فامنا له بل يكون لكم مدوني العلم النافع علم المنفع نجي اليوم كون يقوم علماء الإسلام كأنهم أحياء ونسوانك إسلام كان قبا يوك حي وسلام قائم لأجل العلم وقابك لك ولك تكون من ولك نبلي حق بنا وتاج وسببها وقوان علم ولقوان علم النافع هم المذكورون وكأنهم أحياء في قيد الأعياء ندعو الشاعر أكسما أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وفي الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. أحباب إن العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة إن العلم لا يتعب صاحبه أين صبوه الأمام في الليبا في الحراسة كالكب تنزى ما لوي تنزى لكن علمه يتلك تنزى علمه إكسكا كالكب فوا دو إنكا ندو الإمام الشافع القوام سما علمه معي حيثما يممت حيثما يممت يتبعني علم يامو بيكونايو فقط على مفلا يريكونايو. أحبابي في الله من فضائل العلم من ظلم فضل سعيد أن أهل العلم يقب ونسوان هم القائمون على أمر الله ونسوان استوصتك دوانك سماما كتكمام يا من عزمك حتى تقوم الساعة مبكى قيامك سمامه نبي يبتون صلى الله عليه وسلم كذلك حديث عليه بكى الإمام البخاري وطاق صحابة معاوية من أبي سفيان أقسم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحبابي في الله نتوم صلى الله عليه وسلم أقول وصمت كم وصول رديات يا مسلم نحو تمامك لتوفى مليات يا مسلم إثبت وانا ضمويلي يمن أقوانسا من العلم وكم أنا من زاق ومن عزمك أنا بعلمه علمك ما إلى ينفايه يويفن يكاس نيوف مشيوات ويوافوسيوك تمامك ومن عزمك من عزمك أكبنا علمك مع الفنبيوله نحو الجميع كما أنا بيتون يليله وزيدي نبيل بيلي نفسه أبا يبقى ألم بمالك ملك مئيل أكي يتميزا ما أبيت من يقالين يا خير والروسي والمنعزمك نبيك يتمان منعزمك أكبى نعمك مئيلي ويتمي كما ألبيت من أيه نبي يبتم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أبايو أريبك يا الإمام البخاري أسمى لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكما فهو يقضي بها ويعلمها إن يحال أبوه ذوق من فضائل العلم من ظلم فضل زعيم أنه طريق الجنة يقب علمه نديه إتكاوم بلكم تكتكفيكو وسبب انتم صلى الله عليه وسلم كذلك حديث عليه بكي الإمام مسلم أسيما يقوم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يرد أباي من سلك طريقا ويقف وتنجيا جيا كما إلي أتكبي فواتا ما
ajili ya kutafuta ilmu Mwenyezi Mungu atamsaidia yeye ndiye apende peponi. Wal ilmu nurun, na ilmu ni mwangaza. Yastadhiu bihi al-abd, ya mwangaza mja mwangaza kama ule wa ilmu. Fayarifu kaifa ya'budu rabbahu, akajua vipi yeye ataweza kumwabudu mola wake. Ahbabi fillah, hii ndio fadhail al-ilm, na al-ilm an-nafi' min asbab ziyadati al-iman. Wewe utaka imani yako kuzidi, lazima uisome ilmu ya kisharia, umjue mola wako na ujue namna ya kumwabudu mola wako. Bali ni jambo ambalo ni wajibu, Mwenyezi Mungu hapendi wala hataki kuabudiwa yeye kwa ujinga. Amwislamu yote anayefanya ibada kwa ujinga apata dhambi, na utakuwa na hujja mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe umletwa hapa umwabudu Mungu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, na ibada yote ambayo Mwenyezi Mungu amekufaradhishia wewe mja lazima uisome. Ukaswali swala makosa, huwezi kwenda kumwambia Mungu kesho, ya Rabbi nilikuwa sijui. Ahbabi fillah, al-ilmu an-nafi' huwa al-ilmu ash-shar'i, ilmu yenye manufaa ni ilmu ya kisharia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametaja aya zinazofungamana na ilmu mahali 43 ndani ya Qur'an, mahali 43 ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu azataja aya ambazo zafungamana na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ahlul ilm wanachuoni, na akawaweka pamoja na yeye, na akawaweka pamoja na maulama. Allah asema ndani ya Qur'an, shahida Allah annahu la ilaha illa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Shahida Allah, Allah ameshuhudia annahu ya kwamba la ilaha illa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika, na malaika wameshuhudia hilo. Wa ulul ilm, na wale wenye ilmu. Qa'iman bil qist, ndiye yeye Mwenyezi Mungu aliosimama kwa uadilifu. Aya hii yaonyesha ya kwamba hakuna watu ambao katika binadamu Mwenyezi Mungu aliwaweka pamoja akawawekea ushahidi na yeye isipokuwa ahlul ilmi, isipokuwa wanazuoni peke yao. Na ndio al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake alipokuwa iwa tafsiri aya kama hii akasema ya kwamba hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilm wa sharafi al-ulama wa fadlihim, fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama laqaranahu Allahu bismihi wa ismi malaikatihi kama qarana isma al-ulama. Asema al-Imam al-Qurtubi aya hii ni dalili ya kuonesha fadla za wanazuoni, sharaf ya wanazuoni. Na alafu akasema lau kama kuna mtu ambaye ni bora kuliko wanazuoni, Mwenyezi Mungu angeataja hapa katika aya hii kama alivyowataja wanazuoni. Hii ndivyo ilivyokuwa ilivyo. Na ndio utakuta ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwomba Mwenyezi Mungu kitu chochote cha ziada isipokuwa ilmu. Mwenyezi Mungu alimwambia asiombe, hakumwambia aombe kitu chochote zaidi ya kuomba ilmu, kuonesha sharafu ya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, ewe Mola nizidishie ilmu. Ahbabi fillah, aya katika Qur'an zenye kuzungumzia juu ya ilmu ni nyingi sana, na katika Uislamu hakuna masala ya ujinga wala kuabudu yani Mwenyezi Mungu kwa ujinga. Al-ilmu an-nafi', ilmu yenye manufaa, min asbab ziyadati al-iman, na ilmu ya somwa. Na ndio Mwenyezi Mungu akawaambia Waislamu maswahaba walikuwa katika zama za Mtume, aliwahimiza watoke ndio katafuta ilmu, akawaambia falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qawmahum
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. فلولا نفر من كل فرقة ومين هوا طائفة ككل كبيرة طائفة بارتلوات ودمانين ليتفقهوا في الدين ودوكلفوا لشديد وامتومه ولينذروا قومهم ورود وهون وجواب إذا رجعوا إليهم وقد وتكفروا. العلم بالتعلم علم بقصومة علم سكود فخري من كل فخر يا فما وسيوان قل وانا علمه نار بموجة فموجة تكوى نعلمه نودينك وصابوا كنوات تابوا يا فما يو علم إذا بكى وفميس نكنوات أباو مدعي العلم ونودي يا فما وهو العلم وكيف من علمه أيها سكان إني وعلم إن نكويا إن أصدق واك ويوتك ويكتبوا ففي سوق أفق وإنترنت أشك وعالم كلا ورنقو علم يتك جهدي صوم التاريخ يا سلف الصالح نمنع الفقوات صوما واسك فاديو على بباب وكسام يا قوام من النيوز أبانا علم يا فتكان فرين فاجتهاد يمتو أنا يصوم أتبت علمه نعنى إكاء أتب الفخري أتقوان الدين كسب صوتك فالبوات وتقوصومي نتتيز ولو دينك لكم عبد من عزمكو نكف نمام ومن قوصا يتوقع من نعيم أصل الدنوب أصل البثان وتوقع من نجال قصرق وجوان ولم عبد من عزم قو دينك. أحبابي في الله علم إن فضلا نمتم صلى الله عليه وسلم كيف حديث زكى بن بال عمل تجى فضلا يطاش حديث أمال ورأيبك يا أصحاب السنن الترمذي نع أبو داود نع الإمام ابن ماجه ثم المسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع ملائكة ولا يتبعوا بواساه وطالب العلم وكم كينكا وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ونتوان على تكوان سماها كل عليه كتكبين الأرض بك سماك أمي ألك ولن يبحر ألم تكي مغفرة ونتوان أمي جنكم. أحبابي في الله علم العلم النافع من أسباب زيادة الإيمان علم ينفع من يظلم سباب سأزيد إيمان يمتو أمدك يا علي من أبي طالب قطوك التكتاب تتذكرة السامع والمتكلم علي بن أبي طالب وسماء كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. أسمى الإمام علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا يترش علمك والشرف للحشمة أن يدعيه من لا يحسنه علي يقوم أنت أبي منجوال أنت أبي أنا أنواله أكفرائي كما يلي أنا قوامي وكما يلي ونجوان نبيل بيلي يتوشى أجاهيل نودينك من كتب تنكو كبيرا وسباب يقوم حتى مدينك وكبالي كيف مدينك وسباب كان وسباب يقوم با ودينك نجام أمبالي لعيبه نديو كون يقوم با صحابة عبد الله بن مسعود أسلم يقوم با عليكم بالعلم قبل أن يرفع صمن علمه قبل علمه هيدون لوا ورفعه نقول لوا هلاك العلماء نقوامي نقول كفة ونسواني نمتم يا سمكة كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم نبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا
فأخطأوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويزك سبحانه وتعالى أخيرا وعلمه وسبقوا الله ونسواني وسبب قال وسبب العلماء مثل النجوم في السماء ونسواني نكما زل نوتا كون يمينغو نوتا سكتهين واتو وزفواتا قادي لأنديها نانوتا سكزيما واتو نبابيكا لو فنوا أهل العلم لو فنوا أهل العلم نانو الإمام أحمد بن حنبل أي بوليسا إلى متى تطلب العلم مبقلين ويهو تتفت علمه أقسم حتى أموت مبقلتك فقفا. أحبابي في الله من أسباب زيادة الإيمان من ظلم سباب سبسد إيمان تعلم العلم النافع من قدفون زعيم المنفى ثوم وجاء دنيا من يتهي نسكن جدا لسيما هتنيك تفضيشا عالم النان خطيب النان داعي النان هو وتتفوضي من السيما ابن القيم كتكزار المعاد أمي كده التعريف ونتواني الناني سكلا خطيب أنا يسمم من باب هو ونتواني سكلا داعي أنا يسمم سا على زكوة بكوان ونتواني ونتواني على زكوة يوم وأنا فبعين نان الخطيب نان داعي لكن المتع على زكوة وداعي نسم ونتواني لو سيسي كتكم يهيف أنا إفاق زنزوري كما يام نقف ينزوري كما يام ندوبا كما لام أخذ الممسا كدام تطمي تشيخ ننواتك فدا وشاخ قد كميه نجام عمل والبيدا نديرتك سيما قوامين سيما كنا وفاميز وعلمه أناس يدعوا العلم وليس من أهل العلم كنوات وإفانيا قبوان كدت أهل العلم نوازي كدت أهل العلم لا يفرق بين الصحيح والضعيف والسقيم والصحيح هوازم ففنوا نكويجا بس هندي وتاب لازم توليو علم كنانان ونزوان كنانان كتك مجتمع الإسلام ناسي فازاو نزيب به نانا سيبتنا علم مات بصوما وكونا بإنديا إبلان إسكوبيل وشاكوا شاخر وكيف قوتوا خطبنا وقصاح لو شاكوا تصوما لا إكي وهو يصوما إتفك وكات تدلكانا وربنا السماوات من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفركم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد افنال من عزمته هولي سبحانه من عزمته قد كشنياك ام قدهي اقوم منه إن الصليب أنا مات تفوت تفوت نصر إميز مكة نصر إتاد مدينة ونعزمك أكتديه أقام علمه إذا نوات أبا تفوت تفوت بل يجين أقاها وتفكت جزيرة العرب ونتوان كبو حديث الإمام البخاري هكتوكت جزيرة العرب الإمام النساء الإمام المسلم هكتوكت كجزيرة العرب مشانيات من عزم كنا الإمام القرطبي ونتوان تفسير أتوك سبين الإمام ابن حزم أتوك سبين الإمام ابن رشد أتوك سبين نمين نسين بالبال يكوانيش يبقى مديني مسلم نديني أبايو يتندار كتك الوين ننبقى لو كتك تاريخ وقو نسوان مكوبة كتاريخ وقو نسوان مكوبة كتك الوين وكسلام أما وقت أسلياء ونجيني هاو تفكتك جزيرة العرب
bali wengine asli yao ni wasungu kabisa, pengine wengine watashtuka ya kwamba je, katika usunguni atatoka mwanachuoni? Naam, ndani ya usungu katika mji wa Europe sehemu za Albania, mwanaajibu alikuwa muhadithi katika zama hizi, naye si mwingine ni Abu Abdurrahman Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Huyu mwana alikuwa ni mwanachuoni, na wako wanachuoni kama yeye wengine wa hadithi, lakini asili yake huyu mwana alikuwa ni Albania. Leo hakuna alim yoyote wa hadithi, mwanafunzi yoyote wa hadithi akiwa atazungumza ilmu lhadithi na kutukua fursa ya kumtegemea katika muallafati zake, haiwezekani kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu, kwa sababu ni alim. Alshekh Abdulaziz bin Baz rahimahullah asema, ma raaitu tahta adimi lsama rajulun alamu bilhadith min Muhammad Nasiruddin Alalbani. Sijaona katika ardhi hii wakati wa sasa mtu ambaye ni bora katika ilmu na hadithi kama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Huyu bwana asili yake atoka Albania, wakaondoka yeye na babake wakati wa utawala fitna ya komunisti, wakaja mpaka Sham, akakaa Sham, akasoma Sham, akasomesha mpaka sura yake ikawa ni katika ulimwengu, kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya ilmu. والعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. علم سكوزات يا من وانت ناوديكا سكوزات وانت زمت علم دولة من وغنه. أحبابي في الله قد وتارك زوان سوان نجام أمبال الواجب إنت وإيجا كما ندواه نتارك زار كما نبصم تارك زم الصحابة نكام النبوس من تاريخ زمتومي. أحبابي في الله كتك جريد ليت لكل الدمعة سكوه يا ليو وقم موضوع ليت أما وليو قل بقوة تتجى سبب يقوانزا من ظلم السبب يلي قصديسة إمان يمتن بتستعين نتكم تجى وليو بيوغرافي نتاريخ يا من تون كما هو. كيف أحباب تتكفى تكندها إن شاء الله كتك جريد ليت لكل الدمعة kukua na mtukulia mwenzako, wewe utasome biografi ya mwanachuoni ambaye asili yake ni mzungu, leo atoka katika ulimwengu katika wanachuoni kubwa wa hadithi. Mwisho kumalizia hutba, kuna ndugu yetu ambaye katika ratibu yetu kesho ana safari yake nje ya kwenda matibabu, twamwombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aijaalie safari yake ni ya kheri, na anapokwenda Mwenyezi Mungu ampoze maradhi yake, ende salama arudi salama, tuje tutagamana naye tena hapa. Allahu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rashada wa sallallahu wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi.